فعلا عندنا جوج اصابات في المنتخب. الاصابه الاولى ديال المزراوي كي شفتوا في المباراه الاخرى ضد كرواتيا، تصاب على مستوى الفلون ديالو، الفلون غوش الايسر، واللي قمنا له بفحوصات، ولحد الان ما يمكنناش نعرفوا واش غيشارك في المقابلات الجايه ولا لا. غيكون عندنا فحوصات اخرى غدار له، ومنها ان شاء الله غدا ولا من بعد غدا تكون عندنا النتيجه. فيما يخص اللاعب اشرف، اللاعب اشرف كيف شفتو في واحد لو سبرينت حس بواحد الالم في الفخذ ديالو وكمل المباراه ديالو، والفحوصات ديالو ما بينتش شي حاجه صعيبه، سي ان بليسور ليجير، ولكن في هذا الميدان ديال الرياضه خاصنا نكونوا فيغ تري تري اتونسيون. غدا نعاودوا له فحوصات اخرى وعاد نقرروا. باقي اللاعبين الاخرين الحمد لله كلهم في صحه جيده، ونتمنوا باش تكون المقابله الجايه مزيانه والنتيجه ان شاء الله تكون في صالحنا.